السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر. محلل سياسي: تظاهرات الصدرين لنصرة القرآن ليست خالية ووراءها رسالتان. رأى الباحث في الشان السياسي سرمد البياتي اليوم الأحد إن تظاهرات التيار الصدري من أجل نصرة القرآن لا تخلو من الرسائل السياسية، فيما رجح أن تكون بوابة لعودة التيار إلى المشهد السياسي. وقال البياتي إن عودة التظاهرات الشعبية للتيار الصدري من أجل نصرة القرآن الكريم لا تخلو من الرسائل السياسية بكل تأكيد، فهذه التظاهرات فيها رسائل بأن الصدريين ما زالوا في الساحة ولا يمكن لهم تركها بشكل نهائي، وأن هناك تطورات داخلية وخارجية تتطلب نزولهم للشارع. وبين أن التظاهرات الشعبية الأخيرة للتيار الصدري في بغداد وباقي المحافظات العراقية ربما تكون هي أحد أبواب عودة الصدريين للمشهد السياسي العراقي، كما أن الأيام المقبلة ربما تكشف هذا الأمر بوضوح، خصوصا مع عودة النشاط الإعلامي لما يسمى بوزير الصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وتظاهرات حشود كبيرة من التيار الصدري خلال يومي الخميس والجمعة أمام السفارة السويدية بالعاصمة بغداد، احتجاجا على أعطاء الحكومة السويدية تصريحا لعراقي مغترب لحرق نسخة من القرآن أمام أحدى مساجد ستوكهولم، فيما شهدت تظاهرات الخميس اقتحام السفارة السويدية وهروب موظفيها قبل أن يوجه الصدر بالتظاهر يوم الجمعة دون تكرار الاقتحام.